السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على مشروع نتاع لا مارينا دالجي نتاع الجزائر العاصمة، ونشوفوا الأشغال وين وصلت، لأن المارينا هذه فيها أشغال طولت، وفيها بعض الأجزاء منتهية منها وبعض الأجزاء غير منتهية منها. وزرتها هذه من قبل، هذه مدة بعد 6 شهور زرتها ودرت فيديوهات، درت 2 فيديوهات عليها. وهي المارينا فيها 3 أجزاء حقيقة لأنها كبيرة بزاف، ودرت دي فيديو على الجزء الأول هنا، هذا هنا، والجزء الثاني هذا هو. هذه الأماكن الأجزاء هذه هي الأشغال منتهية منها، يعني بنسبة كبيرة حوالي 90% تاع الأشغال منتهية في هذا الجزء هذا مثلا. ويخص المساحات الخضراء هنايا ناقصة بسبب الصيف هذا اللي عقب، كان صيف الله أكبر الأذان. نكمل التقرير نتاعنا التعليق. إذن بسبب الصيف والجفاف الغازون هنايا راه غير ظاهر، صفر. وهي في الحقيقة ما قضية الاعتناء بالغازون ما يتبعش الصيف وماشي الصيف، لازم يكون فيها سيستم ديريغاسيون، نظام تاع ري، ويكون اوتوماتيكي باش يبقى الغازون خضر على مدار السنة. لكن معليش، المشروع هذا مازال ما انتهاش. إذن وإن شاء الله يكون فيها نظام تاع ري، ويكون فيها إضافات نتاع أشجار، يعني كاين مساحات كثيرة. وهنا نشوف الجزء الثاني، الجزء الثاني هذا كذلك منتهي الأشغال فيه، وكملت درت فيديو على المنطقة هذه هنايا. ودائما نفس الملاحظة تخص المساحات الخضراء وتخص التشجير، يخص التشجير. على أي حال نشوف هنا بعض الشجيرات، هنا كاينة أشجار إن شاء الله حتى هنايا، ولا هي أعمدة كهربائية. على كل حال، إذن المارينا هذه هي فيها 2 أجزاء منتهية، وهذا هنا في الوسط، في الوسط كان الجزء هذا غير منتهي الأشغال فيه. هنا في الوسط فيه أشغال كبيرة راهي يعني قيد جايرية الآن. ونزيد نمدن، بما أننا رانا في جوجل أرت، وهذه الصور مش قديمة كتير، تعود إلى أقل من شهرين، نزيد نقيس الطول نتاع المارينا باش ناخدو فكرة عن حجم المارينا هذه، وهي 1100 متر، حوالي كيلومتر، 1 كيلومتر فيها. إذن هذا هو. وهنا نشوف الحجم نتاع الحوض، هنا الحوض نتاع الداخلي هنايا، هنا حوالي 350 متر. وهنا نشوف أماكن كذلك، أماكن باش يدرسوا البواخر، بواخر نتاع لا بليزونس، لي باتو دو بليزونس هنايا. إذن الأشغال تخص المنطقة تاع الوسط هنا. وكاين فيديو، عندي فيديو يعود إلى أسبوع عن الأشغال في المنطقة هادية، راح نشوفوه بعد نهاية العرض هذا، التقرير تاع جوجل أرت. إذن هذا هو الحالة نتاع المارينا هذه، ونخليكم تابعوا الفيديو هذا، وأستودعكم الله، السلام عليكم. هكذا هي صور مشروع توسعة منتزه صابلات من علي،
صور يطغى عليها جمال الواجهة البحرية للعاصمة وهي تعانق الإرادة في تثمينها. جمال المكان يسحر العيون، لكنه لا يحجب عنها ضخامة المشروع والجهود والإمكانات المسخرة في تجسيده. وبداية التحدي تحويل مساحات من مياه البحر إلى أرضيات تجسد عليها المرافق الجديدة لصابلات في الشطر الغربي، ومن بينها شاطئ اصطناعي لم ينتظر بعض المصطافين دخوله حيز الخدمة. ستي صالة على كل حال، ستي با كانت حاجة موسخة بزاف. لعبوا مطرق ضربك الريحة و أكتوال ما شاء الله سقموها دبي طان ما شاء الله. هي جاي بلاج نقية، لا منشي دايما تكون موسخة، ولا هي العام تكون هكا نقية ما فيهاش الوسخ، وعندك ونشبه كاملي روشي وكلش، مرحبا بكل واحد يجي. توسعة منتزه صابلات بالجهة الغربية تحمل كذلك مفاجآت أخرى للزوار، فقريبا سيصبح هذا الرصيف البحري منطلقا لسفن وقوارب النزهة ومقصدا لعشاق الرحلات البحرية قبالة العاصمة. هذا الرصيف إضافة كبيرة للجهة الوسطى للجزائر العاصمة، يعني الطول تاعه هو الطول تاعه كما راكم تشوفوا 120 متر، والمساحة تاع الحوض هي 12 هكتار. زدنا رصيف مفتوح طول تاعه 80 متر والقدرة الاستيعابية تاعه 40 باخرة للتنزه، يعني سي دي بور لا بليزونس. إنها اللمسات الأخيرة لاستكمال هذا الشاطر الممتد على طول كيلومترين، أما الأشغال المتبقية فتتعلق أساسا بالحاجز المائي. راكم تشوفوا يعني مشروع يعني يمتد على طول البحر كما قلت 550 متر لهذا الشركة الوطنية المكلفة بالإنجاز، يعني وضع يعني إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. بوسط المنتزه أشغال أخرى لاستكمال شاطئ اصطناعي هو الثالث بالمشروع ككل، لتصبح صابلات مستقبلا وجهة للمصطافين. حتى الآن قمنا بإنهاء الشاطئين، جهة واحد من الجهة الغربية وواحد من الجهة الشرقية، وفي هذه المنطقة أنا في إنهاء الشاطئ الاصطناعي للمنطقة الوسطى. هذا الشاطئ السعة تاعه المساحة تاعه 5000 متر أخي، ويقدر يجلب مصطافين 2500 مصطاف. كل المصطاف اللي يقصد صابلات سواء في هذا المرض ولا مستقبلا يجي بكل ارتياحية، لأنه يوجد كل المرافق والمستلزمات من مطاعم، من مراحل عمومية، من كراسي. هذه الأشغال لا تقدم توسعة في المساحة فحسب، بل هي إضافة نوعية للمكان، إذ تتميز الجهة الغربية بطابعها الترفيهي البحري وبكل المرافق اللازمة. الهدف الأول تاع صابلات وهو الحماية البحرية أو الواجهة البحرية للعاصمة من فيضانات لا قدر الله والأمواج العاتية، حيث يعني دخلنا في البحر حوالي 100 متر. ميناء النزهة ولاية الجزائر عكفت على يعني أنه يدخل حيز الخدمة في يعني الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى أنه الصابلات في حد ذاته في حوالي 18 ملعب كرة يد، ألعاب للأطفال إلى غير ذلك. هذه المساحة أضافت لها يعني نشاط بحري اللي هو كما راكم تشوفوا لو بلون انكليني، يعني الماء المسطح المائي للبحر راح يمكن الرياضات البحريه من يعني الوجود هنا، كما ندعو يعني كامل يعني الرياضيين واصحاب يعني الرياضات البحريه باش يتواجدوا هنا. مشروع صابلات استثمار فعلي متعدد الأبعاد وجوهرة ترصع الواجهة البحرية للعاصمة، تزداد اكتمالا من يوم لآخر لتفتح فضاءات أخرى للفسحة والمتعة لسكان العاصمة وزوارها.